هو ده المعيار. طيب تسمح لي استاذ محمد، مفيش كلام انه حضراتكم وضعتوا موضع المقارنه مع لجنه المياه، انتوا 50 وهم 100. كويس. كان بيحصل هنا ايه وكان بيحصل هنا ايه؟ عندنا كانت جلسات بتذاع على الهواء مباشره، عند حضراتكم جلسات سريه. ليه؟ طب ليه سريه؟ انا عايز اقول لحضرتك، هي طبعا كان في مش ده بصول الشعب، في انتقادات وجهت لده على اعتبار ان احنا لماذا تبقى سريه؟ باعتبار ان احنا كنا دخلنا في المرحله الحاسمه اللي اعتبرها يعني السيد عمرو موسى يعني فيها التصويت. والحقيقه لان كان بمراجعه بعض الساده الاعضاء تبين ان لابد ان التصويت ياخذ مرحله اطول شويه، بمعنى الا يجد العضو امامه نص واجب التصويت عليه فور قراءته، فاعتبر ان ده امر يعني ياخذ 48 ساعه، وده اللي اجلنا بيه. بصراحة بدل ما تزعلش مني، أنا مش فاهم كويس، يعني مش قادر أستوعب الفكرة دي. حضراتكم ليه عملتوا كده؟ مش فاهم فكرة إنه يقرأ نص فيصوت عليه أو 48 ساعة، لو تتكرم أكون شاكر. أيوه. تبسطها أكتر من كده. إني مثلا القياس إيه نظرا للوقت، وقت ضيق جدا على اللجنة، إن النصوص التي تنتهي منها لجنة الصياغة تصوت عليها؟ نصوت عليها. جميل. لا بس اللجنه السريه، اللجنه التي لم تجز على الهواء ما كانش تصويت. لا ما هي احنا ما صوتناش، يعني اجلنا التصويت. هي كانت سريه ليه اساسا؟ اللي هي كانت الفكره انها يتاح للاعضاء ابداء بعض الملاحظات في ذات الجلسه والتصويت عليها. طب ما تتاح على الهواء. فثبت ان هذا ليس اجراء عمليا. طب حضرتك كنتوا متخوفين من ايه؟ يعني اكيد كان في تخوف عشان كده تم حجب الاذاعه، اكيد في امر ما حضراتكم متخوفين منه، ايه هو الامر ده؟ هو الافتراض ايه؟ احيانا بيبقى انا وانا بقول وجهه نظر وحاسس ان انا يعني اندر فوكس او تحت الـ 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 الناس متابعاك، المتابعه من اجهزه اعلام، ربما افضل اني هو ده السؤال يا فندم، اشمعنى بالذات واسرع فيها؟ طب وهل ده عيب ان حضرتك تبدو انا بعتقد ان هو يعطل مش يعيب؟ يتعطل بمعنى يعني يبقى في استهلاك اطول للوقت. هو السؤال يا فندم، هو التصويت بيتم على نص نص؟ لا ما عارف نص نص اكيد، لكن مجموعه من المواد بقيه المواد ما خلصتش لسه، فانتوا بتصوتوا على مجموعه من المواد وبقيه المواد ما خلصتش. لا هو كان ايه؟ زي ما النصوص وزعت على اللجان الثلاثه، يعني لجنه الحوار المجتمعي دي بتنقل وجهات نظر القوى السياسيه وكافه الاطياف اللي بتعمل حوار وبتديره لجنه الحوار المجتمعي، لكن هم الثلاث لجان اساسيه اللي بتتعامل مع نصوص الدستور، منهم نظام الحكم ولجنه الحريات ومقومات الدوله. لجنه الحريات انتهت من عدد من النصوص، فكان التقدير، وانا اعتقد انه يعني هذا كان تقديرا غير دقيق، ان ما انتهت اليه النصوص من لجنه الصياغه يطرح على اللجنه للتصويت عليها. وطبعا ده اللي رتب حاجتين كانوا محل انتقاد. يطرح على لجنه الصياغه نفسها، على لجنه ال 50 كلها. لجنه ال 50 كلها. يعني لما حضرتك تفضلت بسؤالي انتوا بتشتغلوا ازاي؟ انا قلت مرحله. تمام. لكن الجزء الثاني ما خدتش فرصه اقوله، ان هو اللجنه بتطرح نصوص بالاضافه او بالعزل او بالتصويب او بالتسليم. اللجنه فتحيلها الى لجنه الصياغه لوضعها في الاطار اللائق من حيث الصياغه اللغويه والفقهيه. لجنه الصياغه بعد ما بتجمعها كلها تعتبر تسويده. تعرض على لجنه ال 50 لان هي صاحبه العشره القرار، لجنه العشره مع لجنه الصياغه.
لكن لجنة الخمسين هي صاحبة الاختصاص الأصيل مجتمعة في التصويت. طب هو طبعا رغم التحفظ على مسألة عدم إذاعة الجلسة، يعني أتصور إن المسألة دي يعني تم مراجعتها أعتقد إنها تم مراجعتها هي والسادة الاحتياطيين. يعني باعتبار إيه؟ ربما كان بس يقول المشاهدين فكرة عدم حضور الاحتياطيين ما كانتش برضه موفقة في تقديري، لأن هو كل أصلي له عضو احتياط. فالقاعدة المستقرة وفقا للائحة الداخلية لهذه اللجنة أن التصويت للخمسين صحيح، لكن إبداء الآراء للمئة. تمام. فاستمرت هذه القاعدة حتى آخر اجتماع تم قبل هذه الجلسة. فإحنا بعد ما يعني ثبت أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، اعتبرنا ان كل لجنة تكمل موادها كاملة. كل لجنة يعني لجنة نظام الحكم تستكمل كل موادها وتطرحها على لجنة الصياغة، وثم لجنة الصياغة تطرحها بعد مراجعتها مع لجنة العشرة الى لجنة الخمسين مجتمع. تمام. احنا هنا بقى نأتي الى ما هو متعلق بالنقاط الخلافية، اللي هي النقاط اللي من الممكن انها تكون معلقة حتى الان. ايه هي؟ نمرة واحد، نسبة 50% عمال الفلاحين. نمرة داخل لجنة نظام الحكم ناقشنا هذه المادة، وكان هناك رأيان يكاد يكونوا متساويين في جدوى استمرار هذه النسبة او عدم جدواها، وانتهيتوا الى وانتهينا الى ان احنا نطرحها بكاملها على لجنة الخمسين مجتمع، لان هي صاحبة الاختصاص الاصيل، لكي تصوت على ما ينبغي ان يكون هيتم ده امتى في خلال الجلسات اللي جايه. تمام. ايه تاني؟ النقطة الثانية، مجلس الشورى. مجلس الشورى برضو نال ما نالته لجنة الخمسين 50% مرة ان في فريق انتصر لفكرة ان يكون في غرفتين تشريعيتين وله اسبابه، والفريق الاخر انتصر الى فكرة استبعاد مجلس الشورى في هذه المرحلة وله اسبابه. وانتهيتوا اليه. فعندما يكون هناك توازن في هذا الامر بيبقى مقرر اللجنة عليه ان يصيغ اصحاب وجهتي النظر ويعرضها، يعني هيطرح الامر ايضا على لجنة الخمسين. ايه تاني يا فندم؟ النقطة الثالثة، النظام الانتخابي. النظام الانتخابي برضو اتناقشت في نظام انتخابات ايه؟ الشعب والشيوخ؟ لا، النظام الانتخابي يعني قائمة ولا فرد. تمام. فاصحاب المنتصرين لفكرة الفردي فقط طرحوا رؤيتهم في اجتماع لجنة الانتخابات. الوصف ده بيكون في الدستور، ان هي تكون ان احنا نحدد اصلا نظام الانتخاب يكون في الدستور؟ لا، هو الاساس طبعا القانون مش الدستور، لكن علشان عدم الطعن على دستورية اي نظام انتخابي يجري الاشارة في الدستور الى طبيعة النظام. بس النظام بيختلف حسب يعني الوحدة السياسية، يعني في كل مرحلة. افرض يعني احنا لو احنا الدستور قال نظام بالقايمة، نبقى يعني زي ما ايه بقى خدنا خلاص هذا النظام الى ما لا نهاية. لا، او فردي، او ربما يكون النص في الدستور يشير الى انه نص انتقالي. طب لا، بس هنا فندم انا عايز اتوقف، ان جزء من استفسارها استفسار الهام. حضرتك بتقول ان ده قانون مش دستور. هتشيروا عليها ازاي؟ وازاي حصل عليها خلاف اساسا وهي مش هيشار عليها بالتفاصيل دي؟ لان من المفترض قايمه ولا فردي ولا مختلط تناقش في القوانين فيما بعد. حضرتكم مختلفين على ايه في الاساس؟ لا، هو هنا بقى الفكره في ايه؟ اتفضل. في فكرة ان القائمة المطلقة، يعني القائمة المطلقة ومفيش فرد، يعني انه ايه مصر فقط الادائرة واحدة تبقى لا تبقى قوائم متعارف عليها في الانتخابات الصحيحة، او فكرة انها تبقى فرد مطلق. تمام. واخد بالك؟ يعني انتوا ما عندكوش وسط، يا اما فرد يا اما قائمة؟ لا، ما هو في فريق ثالث قال يبقى في مختلط. حتى يعني هنا بقى دور النص الدستوري ايه؟ ان النص الدستوري يعني يصاغ بطريقه
لا يطعن في دستورية القوانين التي تنظم الانتخابات. بمعنى ان احنا لو اشار النص الدستوري الى ان هناك نسبة من التصويت تتم بالقائمة ونسبة اخرى من المرشحين تتم بالفردي ويترك للقانون تحديد هذه النسبة. في عشان في نقاط تانية كمان مهمة جدا يا استاذ محمد ما زالت خلافية، عايزين نتكلم على وضع الجيش والمؤسسة العسكرية والمحاكمات، محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. ايه الخلاف الدائر حوالين هذه النقطة؟ هو برضو انا عايز اقول ايه، النص الخاص بعدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري. المفترض ان احنا في الدستور 2013 اللي هو بيعبر عن اشواق المصريين لابد ان يكون مستجيب لكل الاوضاع او المطالب الثورية اللي بتنادي بيها كل القوى الوطنية. القوى الوطنية كلها باجماع بتعتبر عدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري وان يحاكم المدني امام قضية طبيعية. الاخوة اعضاء لجنة الخمسين من ممثلي القوات المسلحة اشاروا الى ان في ما هو واجب الاستثناء، بمعنى ان عندما يعتدي شخص على منشأة عسكرية او يحرق مدرعة او يقول ان الشخص اللي بيعمل العمليات دي او الاعمال دي لازم يحاكم قدام محكمة عسكرية او اللي بيضرب نار على عسكريين في مناطق زي سيناء. هل تطرح التصويت برضو يا فندم ولا هيحسمها ممثل القوات المسلحة؟ لا ما يحسمهاش ممثل القوات المسلحة، هتطرح التصويت فرد من ضمن 50 فرد. انما هي الفكرة في ان الاستثناء هنا استثناء يأخذ في الاعتبار، بمعنى ان ما هو يحدث ما هي فعلا هتتكلم كده مظبوط ان يؤخذ في الاعتبار، معنى كده ان انتم لم تحسموا الامر بعد. احنا ما حسمناهوش. طيب هل ده يعتبر موضع خلاف؟ هل في حد بيقول انه يجب الا يحاكم المدنيين امام محاكمات عسكريه ايا كانت افعالها على اطلاقها؟ ايوه في ناس بتقول كده. اذا ده امر خلافي. في امر خلافي، لا يعتبر ده امر خلافي سيطرح كما طرح سابقي للجنه التنسيق. اعتقد ان هو مش هياخد نفس ليه بقى؟ ليه؟ لان هو جاي الان حوار داخل لجنة نظام الحكم للوصول الى صيغة يتفق عليها اصحاب مبدأ عدم الجواز المطلق واصحاب مبدأ الحكم. يعني في صيغة وسط؟ ممكن تكون في صيغة وسط. ممكن ولا لسه ما اتفقوش؟ لا ممكن تكون في صيغة. طب اذا لم يصلوا الى صيغة وسط؟ تطرح على لجنة الخمسين. وده هيتعرف امتى؟ ده في خلال برضو احنا بنتكلم عن 10 ايام على اقصى تقدير. طيب عندك استفسار في الجزئيه دي؟ لا هو بس فيما يتعلق بمساله القوات المسلحه، لان هو ما زال يعني هو ده